نسيمة تعرف البلد كلها والله العظيم يا رجل. هتخرجي من المكان ده ما ترجعيش هنا تاني. بصي لي ما ترجعيش هنا تاني. قطعت علاقتك بنسيمة وكل اللي بره. بصي لي حاضر حاضر. رجعتي هنا تاني فاهمة فيك ايه؟ عارفة؟ كان بداخلي شعور قوي أن لسليمان حياة سرية لا نعرف عنها شيئا، وكان ذلك الشعور يقوى ويزيد معه فضولي لاكتشاف ذلك الجانب الخفي، ولكن غلب فضولي قلقي في النهاية.